أشرفنا اليوم انطلاقا من منطقة حمام الصالحين على هذه العملية لإبراز أهميتها، والهدف المسطر لهذه السنة هو غرس 600,000 شجرة. العام السنة الفارطة قمنا بغرس أكثر من 388,000 شجرة. برمجة محاط الغابات ما يقارب من 1000 هكتار على عبر بعض البلديات التي هي تعتبر في مناطق سهبية وكذلك كهضاب عليا، من أجل إنجازها من طرف الشركة الهندسة الريفية. زد على ذلك 250 هكتار، هذه كأشجار مثمرة تعتبر صنف الزيتون.